كشف بنك المغرب أن عدد الأوراق النقدية المزورة تراجع بواقع 34% ليصل إلى 6335 ورقة مزورة بقيمة مليون درهم. وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية النقدية والاقتصادية والمالية برسم سنة 2020 المقدم من قبل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس أنه بخصوص الأوراق المزورة التي تم رصدها هيمنت فئة 200 درهم بحصة 69%. وأشار المصدر ذاته إلى أن معدل التزوير بلغ 2.9 ورقة من كل مليون ورقة متداولة مقابل 5.2% في سنة 2019. وبخصوص الوثائق المؤمنة ووفاء البنك بالتزاماته تجاه شركائه بشكل كامل، أنتج البنك وسلم أكثر من مليون من جوازات السفر البيومترية و1.2 مليون بطاقة تعريف مؤمنة شخصية وما يقارب 41 مليون من مختلف الوثائق المؤمنة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.